هذا البرنامج برعاية كيو ام بي. أسعدتم أوقاتاً أعزائي المشاهدين. فائض الميزان التجاري السلعي لقطر ينخفض الشهر الماضي ب 10% على أساس سنوي إلى 14 مليار و 300 مليون ريال قطري، وذلك بضغط أساسي من تراجع قيمة الصادرات بأكثر من 7% إلى 23 مليار و 600 مليون ريال قطري، على الرغم أيضا من انخفاض فاتورة الواردات بنحو 3% إلى ما يقرب من 9 مليارات و 300 مليون ريال قطري. في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شركة قطر القابضة وهي الذراع الاستثماري لحكومة دولة قطر تعلن عن بدء العمل بإنشاء أول سلسلة فنادق تحمل اسم العلامة التجارية الشهيرة هاردز، وذلك في العاصمة لندن. طبعا هذا الفندق باستثمارات تقارب 390 مليون دولار أمريكي. مصرف قطر الإسلامي، وبعد يومين من إعلانه عن بياناته المالية، نسبة نمو في صافي الأرباح 11% العام الماضي، يعلن عن إصدار أدوات دين صكوك إسلامية بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار برنامج إصدار صكوك إسلامية بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي. في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، السيولة المحلية أو ما يعرف بالمعروض النقدي ارتفع الشهر الماضي ب 2.5% إلى 578 مليار ريال قطري، وذلك بدعم أساسي من ارتفاع شبه النقد، وعلى الرغم أيضا من تراجع الودائع بالعملات الأجنبية إلى ما يقرب من 158 مليار ريال قطري بتراجع قدره 21%. موجودات البنوك العاملة في قطر تقفز إلى رقم قياسي 1.550 مليار ريال قطري، ومدعومة بشكل أساسي من ارتفاع حجم القروض إلى 1.040 مليار ريال قطري، وكذلك أيضا الودائع التي ارتفعت إلى 849 مليار ريال قطري بنسبة نمو فقط 4.8%، مدعومة بارتفاع ودائع غير المقيمين التي ارتفعت بشكل قياسي 23% إلى 208 مليارات ريال قطري. نتائج أعمال الشركات مدرجة تتواصل، تراجع في صافي أرباح شركة مزايا تفوق 90%، وتراجع قياسي في أرباح شركة قطر الإسمنت بأكثر من 50% نتيجة تراجع الإيرادات، وكذلك أيضا ارتفاع تكلفة التمويل. كانت هذه أبرز عناوين حلقة عين على قطر المشهور ابتدى. أهلا ومرحبا بكم. انخفض فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في شهر ديسمبر كانون أول الماضي بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 14 مليار و 300 مليون ريال، بينما ارتفع الفائض بنسبة 14.4% مقارنة بشهر 22 نوفمبر الذي سبق. ويأتي الانخفاض على أساس سنوي على خلفية تراجع إجمالي قيمة صادرات شهر ديسمبر بنسبة 27% إلى 23 مليار و 600 مليون ريال، مقابل تراجع فاتورة الواردات بنسبة 2.7% إلى نحو 9 مليارات و 300 مليون ريال قطري. قالت قطر القابضة الذراع الاستثماري لحكومة قطر أنها ستبدأ ببناء أول فندق يحمل اسم العلامة التجارية هاردز، وذلك بالقرب من المتجر الشهير في لندن بتكلفة تصل إلى 390 مليون دولار. وهذا وسيستغرق بناء الفندق 30 شهرا ويفتتح في الربع الأول من العام 2022، وذلك في إطار توجه الشركة لافتتاح فروع في عدد من دول العالم. أصدر مصرف قطر الإسلامي صكوكا بقيمة 800 مليون دولار لأجل 5 سنوات، وذلك في إطار برنامج المصرف لإصدار الصكوك بقيمة 4 مليارات دولار. ووفقا لبيان، سيتم إدراج الصكوك في كل من بورصتي تايبي وإيرلندا. هذا وارتفعت أرباح مصرف قطر الإسلامي بنهاية العام المالي 2019 بنسبة 11% إلى أكثر من 3 مليارات ريال.
ارتفعت السيولة المحلية أو ما يعرف بالمعروض النقدي في شهر ديسمبر كانون أول الماضي بنسبة 2.5% على أساس سنوي إلى 578 مليار ريال، وذلك بدعم من زيادة إجمالي شبه النقد إلى 453 مليارا و300 مليون ريال، نتيجة لنمو الودائع لأجل بنسبة 20% إلى 295 مليار ريال، مقابل انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 21% إلى نحو 158 مليار ريال قطري. كما أسفنا في المقدمة، موجودات البنوك العاملة في قطر تضرب رقم قياسي لأول مرة في تاريخ الجهاز المصرفي، هو 1.550 تريليون مليار ريال قطري، مدعوم بشكل أساسي من ارتفاع حجم الإقراض والتسهيلات الائتمانية التي نمت بأكثر من 10% إلى 1.040 تريليون مليار ريال قطري، منها تمويلات بقيمة 300 مليار ريال قطري هي متوجهة لقطاع التجارة والخدمات العامة، كان هذا أمر لافت. أيضا ودائع هناك نسبة نمو ب 4.8% إلى ما يزيد عن 849 مليار ريال قطري، طبعا جزء من هذه الودائع هي ودائع غير المقيمين التي ارتفعت بشكل لافت العام أو في الشهر الماضي حقيقة بنسبة 23% إلى 208 مليارات ريال قطري، وكذلك انخفاض ودائع القطاع الحكومي أو القطاع العام ب 3.5% إلى 273 مليار ريال قطري. نسخة أولى من مؤتمر ومعرض الامتياز أو معرض بالفرانشايز أو العلامات التجارية عرضت لجديد هذه الخدمة ولجديد هذه الصنعة في العالم العربي. كثير من العلامات التجارية من حول العالم تأتي إلى قطر ومتواجدة فيها منذ أكثر من 50 عاما. هذه الندوة وهذا اللقاء عرض لواقع ومستقبل وتحديات هذه الصناعة والعلاقة التي تربط ما بين الشركة وصاحب الامتياز والعاملين بها، إضافة إلى قضايا أخرى نستعرضها في سياق التقرير التالي. لطالما كانت سوق الامتيازات أو ما يعرف بالفرانشايز واحدة من الخيارات التي تستهوي رواد الأعمال بالدرجة الأولى باعتباره المرادف الأسرع لتأسيس شركة ناشئة محمولة على تاريخ شركة عالمية يتكئ الرائد على إرثها التجاري لتسويق سلعها وخدماتها في سوقه المحلي وفق شروط يلتزم بها طرفي العلاقة، بما فيها الالتزام بالجودة وأرقام المبيع والانتشار، وهو ما توقفت عنده تفصيلا النسخة الأولى لمؤتمر قطر الدولي للفرانشايز والذي عرض لمئة وخمسين فرصة استثمارية. وشجع جميع القطريين لفتح أسواق جديدة للماركات العالمية، وسوقنا الحمد لله جيد ويطمن للجذب المستثمرين إلى دولة قطر، لأن احنا قابلين على مستقبل باهر الحمد لله، ولكن الشركات هذه كلها طبعا تخضع لاختيارات المستثمرين والتجار اللي يحتاجون لماركات عالمية. اليوم الماركات العالمية لها سوق كبير. يقدر سوق الفرانشايز في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحوالي 30 مليار دولار بمعدل نمو سنويا يصل إلى 25%، وتستحوذ فيه السوق السعودية على النصف تقريبا وبنحو 15 مليار دولار وفقا لبيانات اتحاد الغرف الخليجية، في حين لا يزيد عدد حقوق الامتياز الصادرة في منطقة الشرق الأوسط إلى العالم عن 850 علامة تجارية، وهو ما يعتبر رقما متواضعا للغاية مقارنة في سوق الامتيازات العالمية. السوق القطري سوق واعد في الاقتصاد بصفة عامة،
نظرا لهذا النمو الذي نلاحظه ونظرا أيضا للتسهيلات التي أيضا تطرحها دولة قطر من خلال تشريعاتها وجذب المستثمرين. وبالتالي نعم، إذا كان هذه العلامات التجارية في الواقع تتماشى أيضا مع خصوصية المجتمع، وأيضا كأن مجتمعنا هو مجتمع الأسرة الواحدة في الواقع، حيث أن هناك أكثر من 180 جنسية في دولة قطر، وبالتالي إذن ميولهم في الواقع متنوع. وبالتالي نعم بالفعل ممكن تستوعب، ولكن لابد أيضا أن يكون هناك نوع من التقنين واستقطاب ما هو يوافق خصوصية هذا المجتمع. وعلى المستوى العالمي يساهم الفرانشايز بأكثر من تريليوني دولار من الإيرادات العالمية سنويا، وتستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على صدارة صناعة الفرانشايز عالميا، وتمثل 50% من إجمالي تجارة التجزئة بالكامل في أمريكا، حيث تضم أكثر من 3000 جهة مزودة لحقوق الامتياز، وتغطي أكثر من 300 مجال مختلف، في الوقت الذي يعتبر فيه الفرانشايز السبب المباشر في توفير ما بين 18 إلى 21 مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا على هامش تغطيتنا لفعاليات النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض قطر الأول للفرانشايز، التقينا بالسيد الدكتور ميسر صديق، وهو رئيس مجلس إدارة شركة إبهار، الجهة المنظمة والداعية لهذه الاحتفالية أو لهذا الحدث. تحدث تفصيلا عن هذه الصناعة، عن واقعها، عن مستقبلها، عن التحديات المتعلقة بها، والعلاقة التي تربط ما بين طرفي العلامة التجارية، إضافة إلى استعراض بعض التجارب لبعض الشركات العاملة في قطر، وكذلك أيضا يعني استعراض لبعض الشركات التي تستهويها أو تستهدف السوق القطري في المرحلة المقبلة. الهدف الحقيقة أولا طبعا لأنه دولة قطر دولة جاذبة للاستثمار، وأثبتت هذا أنه فعلا العلامات التجارية والحق الامتياز الفرنشايز، مجموعة من الشركات مشاركة النهاردة تصل إلى 150 علامة تجارية تحتاج أن تدخل السوق القطري، وهذا نجاح في حد ذاته للاقتصاد القطري. الجزء الثاني احنا أردنا من هذا المؤتمر والمعرض هو ثقافة الفرنشايز، كيف تتعامل مع الفرنشايز، الخطوات الأساسية وهي أساسا دراسة الجدوى، العقود التي تكون بين الطرفين، أيضا الإدارة والتسويق. هذه الثقافات يجب أن يكون كل من يرغب في هذا التعامل أن يكون عنده الخبرة والوعي بها. دكتور، كما نعلم في دولة قطر يوجد عدد كبير من العلامات التجارية العالمية، في تقديرك هل السوق لا يزال يتحمل دخول علامات تجارية أخرى؟ السوق يستوعب، ولكن هو فن التعامل مع المستهلك. الضوابط الحقيقية لهذه العلامات هي كيفية جذب المستهلك بصدق، لأنه هناك رقابة من وزارة الاقتصاد أنه أي عروض غير حقيقية بتتخذ الإجراءات تجاهها، ولكن المستهلك يحتاج إلى دائما عناصر جاذبة، سواء بالتخفيضات أو سواء بالمميزات، وهذه هي أساليب تسويقية التي تمت في هذا المؤتمر وتم شرحها كيف تحقق الربح وتجذب المستهلك بكل صدق وبكل عوامل الجذب التي تجعلك دائما قادر على منافسة الآخرين. في الشق التسويقي كما تحدث، نحن نعلم هذه العلامات التجارية لديها مجموعة شروط، في تقديرك هل على المستثمر المحلي أن يناور إن صح التعبير للاستفادة ربما بما يستوعب السوق المحلي، أم يفي بهذه الشروط والأغراض فقط؟ الموضوع كله بيبدأ من دراسة الجدوى. السوق يستوعب، ولكن هو ماذا تختار، والنشاط وأيضا إدارته وتسويقه، ومع كافة الاحترام للمستهلك، أن العميل هو الذي يحقق ويثبت لك النجاح من خلال الاقتناع بهذا المنتج أو بهذا الكيان، سواء كان كافيهات أو مطاعم أو مصانع أو ملابس. كل ده يرجع إلى كيفية تقديمه جودة وسعرا.
أعزائي المشاهدين، بقونا معكم في هذه الحلقة من عين على قطر، فاصل إعلاني قصير نعود لمتابعة تفاصيلها، لا تبتعدوا كثيرا، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية QNB. هذا البرنامج برعاية QNB. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. شركة حصاد الغذائية وهي الذراع الاستثماري في قطاع الأمن الغذائي لحكومة دولة قطر تعلن عن أرباح قدرها 80 مليون ريال قطر حققتها العام الماضي 2019. جملة من البرامج والخطط قامت الشركة بتنفيذها بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية وكذلك أيضا بالاستثمار الخارجي، وهذا مما يعني رفع من مستوى الاكتفاء الذاتي لقطر فيما يتعلق بالمواد الغذائية وغيرها. تفاصيل أكثر حول الشركة والنشاط الغذائي وتحقيق برامج الأمن الغذائي في سياق العرض التالي. شركة حصاد الغذائية الذراع الاستثماري لحكومة قطر في النشاطين الزراعي والثروة الحيوانية داخليا وخارجيا، تأسست في العام 2008 برأس مال قدره 1,150,000,000 دولار وصولا إلى 3 مليارات دولار في العام 2013. تعتمد في نشاطها على الاستثمار في الأسواق العالمية بهدف تأمين مصادر الغذاء لقطر وتلبية الطلب المحلي. يعني احنا اليوم عندنا ايضا اكبر مزرعة تنتج خضروات قطفة يعني في قطر، واحنا نتكلم فيها الهايدروبونكس، نتكلم بيوت المحمية، نتكلم يعني فيها تكنولوجيا من احدث التكنولوجيا الموجودة اليوم في دولة قطر. فعندنا عدة مشاريع يعني محلية، مصنع التمور اكبر مصنع تمور في قطر اليوم، وهذا مصنع تمور بدأ مرحلة التصدير، يعني صدرنا للهند قبل كم من شهر وفعلا راحت المرحلة الدفعة الثانية يعني من تقريبا ما يقارب أسبوعين. تتبع شركة حصاد الغذائية كلا من شركة أعلاف قطر ونافكو وقطفة والواحة، وتمتلك العديد من الاستثمارات الخارجية في أستراليا وعمان والسودان، وتمتلك حصة نسبتها 5% في شركة بلدنا الغذائية المدرجة في بورصة قطر. قفزت أرباح الشركة بنهاية العام 2019 إلى 80 مليون ريال بدعم من زيادة الإيرادات وخفض تكاليف التشغيل وتطوير الرؤية الاستثمارية من خلال إعادة هيكلة استثمارات الشركة بما يضمن أن تحقق الربحية وتطوير منصات استراتيجية الأمن الغذائي وإقامة مشاريع محلية بما لا يتنافس مع القطاع الخاص. بالنسبة للإنتاج المحلي قفزنا من 24 إلى 28، وكان المستهدف في مجال الخضروات لهذا العام أن نصل إلى 27، وصلنا إلى 28، وهذا دليل على الخطط والبرامج التي تم وضعها قابلة للتنفيذ وتم تنفيذها. بالنسبة طبعا قطاع الألبان احنا وصلنا إلى نسبة الاكتفاء وما يفوق ذلك، وصلنا إلى 106%. بالنسبة للدواجن الطازجة وصلنا إلى 124%، وبالتالي حققنا نسبة ما يفوق نسبة الاكتفاء الذاتي. استحوذت حصاد الغذائية مؤخرا على نسب معتبرة في مشروعات ضخمة، أولها في سلطنة عمان يتعلق بالزراعة السمكية في الشركة العالمية للإنتاج البحري، كما استحوذت على حصة في شركة سين رايز فودز انترناسيونال التركية الكندية المتخصصة بزراعة الحبوب، وتعمل حاليا مع شركات عالمية لتطوير أنواع مبتكرة من الأسمدة لتطويع التربة الصحراوية في إنتاج أنواع جديدة من المحاصيل الزراعية. هذا الأسبوع أعزائي المشاهدين، وفي غرفة تجارة وصناعة قطر تم منح 5 جوائز لخمس شركات محلية كانت قد فازت بمسابقة أفضل الأفكار الإبداعية لرواد الأعمال في نسختها الرابعة، والتي تأتي ضمن مبادرة دعم رواد الأعمال معرف تحت اسم معا، والتي دشنتها غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع جامعة قطر وبنك قطر للتنمية. وجاء الاختيار من خلال تقييم 50 فكرة فازت منها مشروعات توليفة وهو مشروبات بديلة عن المنبهات الضارة، ومشروع أنستا بريتر وهو تطبيق للترجمة الفورية الإلكترونية في المرافق
الأوراق الصحية، ومشروع فرصة الذي يعنى بمرض الرعاش، وأخيرا مشروع يانا وهو تطبيق يوفر تحقيق أفضل التواصل مع الأولياء الأمور والطلاب في المدارس بشكل عام. غرفة تجارة وصناعة قطر من ضمن هذا الكيان اللي هو يمثل حتى التشجيع للابتكارات وتشجيع اللي هم رواد الأعمال في هذه المجالات. وكما رأينا احنا الآن يعني نحاول دائما تكون عندنا هذه الفعاليات تكون موجودة في الغرفة لعمل اللي هو التجاذب ما بين الأطراف، لأن اليوم أنت لما تتحدث عن مسابقات مثلا نراها كثيرة في التلفزيون فتجدها يا أما أنها يعني أكاديمية بحتة أم أنك تجدها في نفس الوقت يعني كفنية أكثر من أنها يعني يقع عليها العاتق اللي هو الاقتصادي. نجد هنا اليوم في كثير من الابتكارات ماذا تحتاج؟ ليست فقط الدعم اللي هو المادي اللي هو البيت كابيتال اللي بحيث انك المشروع يعني تكلفة المشروع. اليوم في كثير من هذه المشاريع تحتاج الى التسويق واللي هو الاغلى تسويق بحيث ان تصل الى العالمية وتصل الى مستوى بحيث ان الجميع يعرف عن هذه المبتكرات ويبدأ يستخدمها او يبدأ يتعامل معها او يشتريها من الاسواق. فنحن هنا في غرفة تجارة وصناعة قطر ندعم هذه الأمور ونمول هذه الأمور، وإن شاء الله طبعا هذه هي في البدايات لكن احنا ننظر لها أكثر ويكون في تعاون وتوحد ما بيننا وبين الجهات اللي هي الأكاديمية، خاصة على سبيل المثال جامعة قطر، قطر فاونديشن، الجميع اللي هم لديهم هذه الابتكارات. وهؤلاء مثل ما رأينا الطلبة أو المبتكرين الآن بدوا يحتكون مع رجال الأعمال، وكما رأيت أنت كثير من رجال الأعمال في نفس المجالات وممكن أكثر من أن الجوائز اللي رأيناها ولو أنها هي جوائز بسيطة الآن في البدايات، لكن إن شاء الله راح تشجع مع الإعلام مع التسويق لهذا إلى جذب رجال الأعمال أكثر لتبني هذه الأفكار. فتجد كثير من رجال الأعمال اللي هم تبنوا حتى أنهم يسوقوا لهذه الهيئة لأن أغلبهم في المجالات نفسها اللي عرضت. فأتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع، وأتمنى أن المفهوم يكون متبادل ما بين جميع الأطراف، يعني اليوم لا تنظر لها فقط من جهة القطاع الخاص أو فقط من جهة القطاع العام، ننظر لها إلى شراكة ما بين القطاعين الاثنين معا للوصول إلى هذه كما هو في جميع دول العالم المتحضر. تواصل الشركات المدرجة أسهمها في بورصة قطر الإفصاح عن بياناتها المالية نتائج في إطار التوقعات بالنسبة لبنك قطر الدول الإسلامية، وكذلك أيضا التوزيعات تراجعات قوية بالنسبة لشركة مزايا العقارية بأكثر من 90%، وتراجعات كانت لافتة بالنسبة لقطر الإسمنت تراجعات بأكثر من 50% في صافي أرباحها نتيجة تراجع الإيرادات بأكثر من 17% وارتفاع تكاليف التشغيل، إضافة ارتفاع تكاليف التمويل 100 جهة، وتسجيل خسارة قدرها 2.5 مليون ريال في شركات زميلة مقابل ربح يزيد عن 3 مليون ريال قطري كان قد سجلتها الشركة في العام الماضي. تفاصيل وأرقام البيانات المالية لشركة قطر الإسمنت نتابعها وإياكم. We'll be right back.
وبهذا أعزائي المشاهدين تكون حلقتنا قد وصلت إلى آخر محطاتها. الموعد تتجدد معكم الأسبوع المقبل، فإلى ذلك التاريخ تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في مكتب سي إن بي سي عربية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية QNB.